أهلا بكم مجددا، معكم نورة سعدي. هذه قناة تعلم مع ناو، وهذه فقرة حديث تعلم مع ناو. في فقرة حديث تعلم مع ناو أنا أتحدث حول موضوعات لا تمت بالتقنية بصلة بشكل مباشر، لكنها تؤثر على أدائنا بمجال التقنية والبرمجة ومجال الـ IT يعني بشكل عام، و نتحدث بها، نتناول فيها الجوانب النفسية أو العقلية والروحية الخاصة بمسيرة حياتنا بمجال البرمجة. وأيضا ينفع أن تسمعني حتى لو لم تكن مبرمج وكان لديك يعني مسار عمل مختلف أو مسار حياة مختلف. بعض الأشخاص لا يحب مثل هذه الفيديوهات، يحب فقط أن يتعلم بشكل مباشر وأن لا نتحدث عن الأمور الأخرى في المتعلقة أو الأمور الجانبية التي تؤثر على حياة المبرمج أو حياة الشخص التقني أو حياة أي شخص تؤثر على حياته، لا يحب أن يتحدث فيها، يحب أن فقط نتحدث. هذه القناة مثلا تتعلق بتطوير الويب وإدارة السيرفرات، فقط تطوير الويب وإدارة السيرفرات، لماذا نتحدث عن أمور أخرى؟ وأنا أتفهم هذا الرأي فعليا، ولكن هذا هو اليوتيوب كما تعرفون، يمكنكم مثلا عدم مشاهدة فيديو إذا لم يعجبكم، ويمكنكم مشاهدة فيديو إذا أعجبكم، فهذا الخيار يعود إليكم، أنتم تختارون كيف تتابعون هذه القناة أو الفيديوهات التي تريدون أن تتابعونها في القناة. فإذا وجدتم هذا الفيديو مناسب لكم يمكنكم متابعته، وبالعنوان دائما أنا أكتب ماذا يحدث في الفيديو في العنوان. فعنوان الفيديو مثلا سيكون الحديث أو حديث شيء معين، سيكون حديث، فإذا كنت لا تحب الحديث فلن تستمع لهذا الموضوع. ويمكنك مشاهدة الكورسات التعليمية الأخرى التي يعني عددها كثير جدا في هذه القناة، يمكنك أن تختار ما تريد وتتعلم ما تريد. أما إذا قررت أن تستمع لي في هذا الفيديو فأهلا وسهلا بك. وموضوع هذا الفيديو، وأعتذر عن المقدمة الطويلة، وموضوع هذا الفيديو هو الارتقاء من الداخل. في موقع الإلكتروني قمت بإضافة قسم، يعني هنالك تصنيفات بالموقع الإلكتروني للموضوعات الرئيسية التي نتناولها، فهنالك يعني الأشياء التي سأكتبها، الكورسات التعليمية سأضيفها ضمن تصنيفات بالموقع الإلكتروني حيث يسهل الوصول إليها. حاليا يوجد بعض التصنيفات فارغة أو لا يوجد بها كثير معلومات، لأن للتو أنا ما زلت في عملية في طور إضافة المحتوى أو ترتيب المحتوى. كان لي محتوى قديم كبير جدا يعني بقواعد بيانات وبلينوكس وكل هذا لم يتم إضافته للموقع، فحاليا أنا أحاول إضافة المحتوى الجديد وتصنيف المحتوى الجديد، ولم أضف المحتوى القديم بعد. فبشكل عام الفكرة أن لدينا تصنيفات بالموقع الإلكتروني، فأغلبها تصنيفات تقنية، فقواعد البيانات عام أيضا يعني مواضيع شبه يعني تقنية، ووردبريس تطوير الويب والسيرفرات. إذن هذه الموضوعات الأساسية التي أريد التحدث بها. أيضا أضفت شيء ليس له علاقة نوعا ما بشكل مباشر موضوع البرمجة، وهو اسمه أقوال وحكم. فأريد التحدث عن هذا الموضوع، وأيضا أريد التحدث عن موضوع يعني الارتقاء، موضوع الارتقاء من الداخل كحديثنا لهذا اليوم. فبالنسبة لأقوال وحكم، يعني سبب إضافتي لهذا الشيء هو من إيماني وفكري ورؤيتي للموضوع ككل، هو أن لا يمكنك أن تستمر بالشيء ما إذا لم يكن لديك ركيزة معنوية ونفسية وعقلية، أن تمتلك عقلية معينة للاستمرار بشيء ما. فإذا أردنا أن نتحدث عن البرمجة كمثال، يمكن أن تضع مكانها أي شيء، إذا أردنا أن نتحدث عنها كمثال فستجد أنها مرهقة كثيرا، متعبة كثيرا، عليك أن تتعلم الكثير من الأشياء. يعني مجرد أن تصبح مطور ويب فقط عليك أن تتعلم HTML، عليك أن تتعلم CSS، عليك أن تتعلم JavaScript، عليك ربما تريد أن تفكر أن تتعلم أشياء أخرى. قبل قليل انتهيت من كورس جيسون، قد تحتاج أن تتعلم جيسون، قد تحتاج أن تتعلم إذا ذهبت لتقنيات أخرى بالستاك، يمكن تريد أن تتعلم قواعد بيانات MySQL، عليك أن تتعلم كيفية إنشاء سيرفر، تعامل مع السيرفر، إذا قمت بتحميل الموقع كله على السيرفر عليك أن تعرف كيف تتعامل مع السيرفر. فهذا كله موضوع
والموضوع الثاني هي التحديثات المستمرة، وكيف يمكنك أن تتابع التقنيات. منذ فترة يعني أنا أستخدم Next.js، منذ فترة أصدر تحديث عن Next.js، فهذا أخذ مني وقت للقيام بالتحديثات على المواقع وإلى آخره، وهذا كله مرهق، يأخذ وقت، يأخذ جهد، زائد يأخذ تعب نفسي كبير. حتى تستطيع أن تستمر عليك أن يكون لديك مخزون طاقة كبيرة، ومخزون الطاقة لا يعني أن يجب أن تنام كثيراً أو تأكل أكل صحي أو يكون لديك جسد قوي، يعني هذا الشيء جيد أن يكون لديك هذه الأمور، لكن الصحة النفسية جداً مهمة. إذا أنت يعني تجاهلت الصحة النفسية ستصل في يوم من الأيام لمرحلة من مراحل الانفجار، أو طبعاً إذا كنت مهتم بمسيرتك وتحاول أن تنجز بها، إذا كنت مهمل وغير مهتم ولن يصيبك أي نوع من الاكتئاب ستكون صعب جدا، لكن إذا كنت مهتم بهذه المسيرة وتحاول الاستمرار بها، تحاول أن تقوم بشيء فعلا يعني في حياتك، فأنت ستصاب بالنهاية بيأس كبير، لأن ستجد الأمور ليست كما أنت تريد، ستجد أن الأشياء التي تحاول أن تبنيها ليست يعني كما يجب، ستجد كثير من المعوقات. فيجب أن يكون لديك مخزون طاقة، مخزون نفسي. لماذا علي الاستمرار؟ على سبيل المثال الجندي عندما يذهب للمعركة، فإذا كان هذا الجندي مؤمن بوطنه، مؤمن برسالته، مؤمن بالشيء الذي يدافع عنه، فستجده يذهب ومستعد أن يموت من أجل هذا الهدف. هو يعرف أنه سيموت في المعركة، لكن يذهب للمعركة ويقاتل ويعطي 100% من جهده، من طاقته، بالرغم تعبه، بالرغم من كل المشاكل التي تواجهه، لكن هذا تجد هذا الجندي يعني يعطي 100%، وبالرغم أنه يعرف أنه سيموت، لكنه يجد أن الهدف الذي يناضل من أجله أعلى بكثير أو أهم بكثير من حياته، فهو مستعد أن يعطي أي شيء في سبيل ذلك. جيد، فالفكرة بهذا الموضوع أن إذا لم يكن لديك هدف كبير جدا أو هدف بالنسبة لك كبير، ربما ليس بالضرورة بالنسبة لي أو بالنسبة للناس، ربما هدفك أن تنجح في الجامعة مثلا أو أن تتخرج، بالنسبة لك هذا هدف كبير مثلا، فجيد جدا، فيجب أن تتصل بهذا الهدف، يجب أن ترتبط بهذا الهدف. الهدف يجب أن يكون كبير بالنسبة لك، كبير بالنسبة لمسيرتك، لنفسك، لحياتك، لإيمانك، يجب أن تؤمن به. يعني الجندي لو لم يؤمن، هناك كثير من جيوش العالم التي جنودها لا تؤمن بما تقاتل من أجله، وبالتالي تخسر المعارك بالرغم أن لديهم يعني مخزون كبير مثلا من الأسلحة، لديهم معرفة واسعة، لديهم علم كبير، لكن يخسروا المعارك. لماذا؟ لأن جنودهم ليس لديهم الإيمان بما يقاتلون من أجله. فأنت إذا لم يكن لديك إيمان بما تسير به، إذا لم يكن لديك ركيزة فكرية، كيف يمكنك الاستمرار؟ لن تستمر. هذه وجهة نظري، هذا رأيي، ربما أنت تختلف، تقول لا هذا ليس ضروري، أنا أعيش بدون هدف وكل شيء تمام وأنا سعيد بحياتي. جيد جدا، فإذا هذا الفيديو ليس لك، طالما أنت سعيد وكل شيء تمام في حياتك وتستطيع إدارته فهذا الفيديو ليس لك. هذا الفيديو للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يحتاجون هذا الشيء، يحتاجون هذه الركيزة حتى يستمرون، فأنا أعطي رأيي حول هذا الموضوع، لأن هذه هي تجربتي، هذه هي فكرة، هذه هي التجربة أو الخبرة التي مررت بها، فأنا أحاول تمريرها. فليس لدي خبرة مع النقيض، ليس لدي خبرة أن لا يكون هدف ولا يكون شيء وتكون الحياة سعيدة، ليس لدي خبرة بهذا الموضوع فلن أتحدث عنه. فنعود لموضوعنا، للفكرة الرئيسية، أتمنى أنك تتابعني وفهمت ما أحاول أن أصل إليه. فإضافتي لموضوع أقوال وحكم في الموقع، وخاصة هذا موقع خاص بالأغلب الأشياء، 90% من محتويات الموقع إذا ذهبت إليها 90% ستكون كورسات وأمور تعليمية وأمور تقنية، لكن لماذا هذه 10% فيها أقوال وحكم وهكذا؟ لأن علينا أن نجد هذا السند، علينا أن نجد هذا الهدف، علينا أن نجد هذه الركيزة الفكرية لنستند عليها لنستمر، وإلا سنتعب كثيرا. فأحيانا أنت تكون تقرأ، ربما تتصفح الموقع، أتمنى أن تزور الموقع وتتصفحه،
وتشاهد مثلا، تقرأ مقتطف مثلا، دعونا نذهب للمقتطفات، تقرأ مثلا مقتطف عن جافا سكريبت شورت سيركت وأنت تقرأ هكذا جيد، بنفس الوقت ستجد حكمة ظهرت لك، بنفس الوقت ستجد فكرة يعني ظهرت لك، هذا الشيء سيعطيك نوع من تجديد النشاط. أن نعم البرمجة ليست كود بل هي فن للتفكير، سأضيف حكم مختلفة يعني، ما مثلا فن للتفكير، فربما يعطيك هذا يعني نور وسط الظلام وسط التعب، أن يعطيك نور حتى يعني تجد شيء جديد بعملك، تجدد من عملك من خلال هذه الحكم السريعة جدا. طبعا كما قلت أنا في بداية الفيديو، الموضوع الفيديو هو الارتقاء من الداخل. أنا للتو قمت ب عفوا لنعود، فأنا للتو أنا قمت بإضافة هذه الحكمة للموقع، الارتقاء من الداخل، وقمت بالتعقيب عليها، وفكرت أن لماذا لا أسجل فيديو حديث نتحدث فيه حول هذا الموضوع. لاحظوا أنا أتحدث منذ تقريبا 12 دقيقة وفقط، يعني الحديث عن يعني مقدمة للموضوع، فسأحاول الاختصار بالموضوع. فإذا الارتقاء من الداخل يعني فعليا دائما الحلول تأتي من الداخل، تأتي من الهدوء والصبر والتركيز، هذه هي الحلول فقط بكل بساطة، فلا يوجد حل أن يأتي من الفضاء الخارجي، علينا أن نعرف هذا الموضوع. لا يوجد مثلا، أنت الآن واجهتك مشكلة بالكود البرمجي، أو واجهتك مشكلة بالعمل، أو واجهتك مشكلة لا أعرف في أي مكان في أي مجال واجهتك مشكلة، فالحل لن يأتي مثلا إذا اتصلت بفلان وطلبت منه حل المشكلة، ربما ستساعدك أخذ النصيحة هو جزء من حل المشكلة، لكن حل المشكلة لا يكون عند فلان، حل المشكلة لا يكون بالغضب، حل المشكلة لا يكون مثلا بالصراخ على من حولك، هذا ليس حل المشكلة، حل المشكلة يكون بكل بساطة بهدوء، بهدوء. أنت الآن مثلا واجهتك مشكلة بالكود، حاولت مرة اثنتين ثلاثة لم ينجح، ماذا تفعل بهذه الحالة؟ بكل بساطة توقف العمل وتذهب وتستريح قليلا، تحاول القيام بالأشياء الأخرى الموجودة في المنزل، مهام أخرى إذا استطعت، إذا كان لديك قدرة يعني كان لديك بعض من الطاقة يمكنك أن تقوم بأعمال أخرى، لا تجلس أمام الشاشة لمدة طويلة، فاذهب مثلا قم بمهامك المنزلية. ما هي مهامك المنزلية؟ اذهب وقم بها، لا تتأخر. البرمجة ليست أهم من أعمالك المنزلية، إدارة المنزل وإدارة ومعاملة من حولك بشكل جيد هو أهم من الكود الذي تكتب. فأحيانا أجد خارج الموضوع ملاحظة هامشية، أحيانا أجد عند المبرمجين أو التقنيين نوع من يعني، وخاصة صغار السن ليس الكبار، الكبار لديهم الخبرة أن هذا شيء لا يعني شيء يعني البرمجة أو غيرها، لكن لديهم شعور أنهم متفوقين على الغير، أو أنهم يقومون بشيء كبير جدا أو شيء يعني مهم جدا، أو لا ليست هذه الحالة، الحالة أنت تقوم بعملك، فمن أعمالك أيضا أن تهتم بالمنزل الخاص بك، أن تهتم بمن حولك، بمن تعيش معهم، فهذا جزء من الحل. ربما تتفاجأ من هذه الجملة، لكن هذا جزء من الحل، جزء من الحل أن تكون لطيف ممن حولك، تريح نفسك قليلا، لا داعي للصراخ، لا داعي للغضب، لا داعي لإهانة من حولك إذا واجهتك مشكلة بالكود، لا داعي لتكسير الأشياء، ففقط كن هادئا. إذا كان لديك أعمال في المنزل أو خارج المنزل، أعمال مطلوبة منك، فقم بها بعيد عن الشاشة وارتاح قليلا، وثم حضر فنجان من القهوة، فنجان من الشاي، أي شيء، وبكل هدوء عد مجددا لحل المشكلة. هذا هو حل، هذه هي هكذا المشاكل تحل، وأنت بحل هذه المشكلة بهذه الطريقة ليس فقط قمت بحل المشكلة ستحل المشكلة، أنا أؤكد لك، ربما ستفكر، ستقول أن يعني ستفكر أن هذه المشكلة بعد أن تهدأ سترى أن ربما لو سألت فلان، طلبت النصيحة من فلان يمكن أن يساعدني، أو مثلا ربما لو أنا مثلا فكرت بالحل الفلاني أو طبقت الكود الفلاني يمكن أن يساعدني، ربما لو قمت بالبحث في الموقع الفلاني يمكن أن أجد الإجابة، فستجد أن أبواب الحلول فتحت لك عندما تكون هادئ. ومرة أخرى الشيء الذي كنت أقوله، أن ليس فقط أن موضوع
أنك حل المشكلة بهذه الطريقة ليس فقط هو حل المشكلة البرمجية أو حل مشكلة العمل أو حل المشكلة التي تواجهك، هو حل أكثر من مشكلة بنفس الوقت. أنت قمت ب يعني بتأمين بيئة لطيفة لك في المكان الذي تعمل به أو في المنزل، إذا كنت تعمل في المنزل أو تعمل في المكتب، عندما عملت من حولك بطريقة لطيفة لم تكن يعني غاضب بسبب المشكلة التي تواجهك. قليلا بعملك هذا، وهذا يعني الارتقاء من الداخل، نرتقي من الداخل. كيف يمكننا أن نتعامل مع الأشياء التي تواجهنا، المشاكل التي تواجهنا، كفرصة للنمو، لفرصة لنصبح أفضل قليلا. هذا هو السر في حل المشكلات. وربما تقول أن أنا فعلت كل هذا لكن المشكلة لم تحل. جيد جدا، إذا ليس هذا وقت أن تحل المشكلة، ليس هذا الوقت المناسب لحل هذه المشكلة، عليك أن تنتظر. وبالتالي الانتظار هو تدريب لك على تنمية الصبر بداخلك، لأن إذا لم يكن لديك الصبر لا يمكنك الاستمرار. الصبر والهدوء والاستمرار هذا هو الأساس بالاستمرار بمسيرتك بالعمل أو بالبرمجة. هذه الركيزة التي يجب أن تكون في ظهرك دائما، أن تستند إليها. عندما يكون هنالك مشكلة نؤمن أن هنالك حل للمشكلة، نؤمن أن سنستطيع أن نحل هذه المشكلة، لا نرتبك، لا نتشوش، لا نغضب، لا نكسر الأشياء مما حولنا. طريقة التعامل مع الأمور بهذا الشكل هي التي ستساعدنا على الاستمرار. ربما الآن تغضب أو الآن يعني تشعر أن لا يمكنك حل المشكلة، ولكن تحل هذه المشكلة الآن بطريقتك الآن الحالية، تحل هذه المشكلة، وربما المرة القادمة تحل هذه المشكلة بنفس الطريقة. لكن أنا أؤكد لك هذه المشكلة لن هذه المشاكل التي تواجهك باستمرار لن يتم حلها دائما بهذه الطريقة. فربما تنجح طرقك في مرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات، لكن ليس للأبد. إذا كنت تنوي الاستمرار فعليك بناء سيستم لك، بناء طريقة لك تساعدك على الاستمرار. هذه الطريقة دائما ستمدك بالطاقة، ستجدد طاقتك، لأن نحن نعيش على الطاقة. طاقتك الجسدية التي تحتاج طعام، تحتاج نوم، وطاقتك النفسية، أنت تحتاج أن تسمع هذا الكلام فعليا. فقط هذا الشيء الذي أردت أن أقوله، 20 دقيقة كلام أعتقد هذا كافي. وإن شاء الله استفدتم من هذه الفيديو وهذه الملاحظات، وأتمنى أن لا تزعجكم الحكم بالموقع، وأخبروني رأيكم بهذا الموضوع في خانة التعليقات. فإذا شكرا لمتابعتكم وألقاكم لاحقا، مع السلامة.